إن الفرع المحلي لولاية عيدة يقوم بمجهودات جبارة في عملية تحسيس للتجار والمتعاملين الاقتصاديين لكي يقوموا بهذه العملية التعديل. الحمد لله، يعني كاين تجاوب من طرف المتعاملين الاقتصاديين، أعطيناهم كامل الشروحات، كامل التفسيرات يعني والأمور العلمية والتقنية في مجال الإنترنت. إذا ملف من مستوى الفرع المحلي لسجل التجارة الإلكترونية، والحمد لله تم تسليمي سجلي في 10 دقائق، ونشكر قائمي وموظفي الفرع على حفاوة استقبال، ونشكر قناة البلاد على هذه المبادرة الطيبة والتي من شأنها القيام بالعمل التحسيسي فيما يخص سيلولة الفرع برمته. لا بد أن نذكر بأن موضوع صلب اليوم التحسيسي اللي رانا راح نسجلوا فيه، وهو يتمثل في الحسابات الاجتماعية، والحسابات الاجتماعية بناء على توجيهات السيد المدير العام وتطبيقا للنصوص التنظيمية المعمول بها، فإن الشركات ملزمة بإداء حساباتها الاجتماعية.